بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية السنة الخامسة ابتدائي، نستأنف مع الصفحة رقم 61. إيفاليواسيون تقييم، إذن أوبجيكتيف، أوبجيكتيف يعني هدف. إذن الهدف هنا هو ليغ أن تكست أنفورماتيف، ليغ أن تكست أنفورماتيف، قراءة نص أنفورماتيف يعني إخباري، أنفورماتيف إخباري. ليغ أن تكست أنفورماتيف قراءة نص إخباري. ان كازابلانكي نو بارل دو سا فيل، كما نقول بيضاوي، المقصود شخص من الدار البيضاء. نو بارل دو سا فيل يعني انه يتكلم لنا عن مدينته، شخص من الدار البيضاء يتكلم لنا عن مدينته. في حاله المؤنث نقول ان كازابلانكيز نو بارل مثلا دو سا فيل، اذا نتكلم عن بيضاويه تتكلم لنا عن مدينتها، كما نقول بالدارجه المغربيه بيضاويه تتكلم لنا عن مدينتها. في حالتنا هنا كما لو نقول بالدارجة المغربية بيضاوية تكلم لنا عن مدينته. ان كازابلانكي، ان كازابلانكي نو بارل دو سا فيل، اذا بيضاوية تكلم لنا عن مدينته. لا سيركولاسيون ا كازابلانكا اي دوفوني ان فيغيتابل كاستيت. طبعا لا سيركولاسيون تعني السير او المرور، ولكن المقصود بها هنا حركة السير. لا سيركولاسيون تأتي من فعل سيركولي تعني المرور او السير، لكن هنا تعني حركة السير. إذن لا سيركولاسيون ا كازابلانكا اي دوفوني، إذن حركة السير بمدينة الدار البيضاء أصبحت اي دوفوني، يعني أنها أصبحت ان فيغيتابل كاستيت. إذن أصبحت كاستيت كما لو نقول مكسر الرأس. إذن هنا كاستيت كما لو نقول صداع الرأس. الشخص الذي يريد أن يذهب وسط الدار البيضاء طبعا سيفكر كثيرا في مشاكل حركة المرور. إذن لا سيركولاسيون أن كازابلانكا إي دوفوني أن فيغيتابل كاستيت. إليا كيلكو زاني سولمون، فيما قبل بضع سنوات فقط. إليا كيلكو زاني، إليا كيلكو زاني سولمون، يعني قبل هذا ببضع سنوات فقط. بخوندر سا فواتور دون سيت فيل إيتي أن فغي بليزير. بخوندر سا فواتور دون سيت فيل إيتي أن فغي بليزير، يعني أن تأخذ سيارتك بمعنى آخر. هنا عندنا أخذ سيارته، ولكن المقصود هنا أن يأخذ سيارته، نتكلم عن أي شخص يأخذ سيارته. إذا المقصود أن تأخذ سيارتك دون سيت فيل إيتي أن فغي بليزير، يعني أن تأخذ سيارتك عبر هذه المدينة، في هذه المدينة إيتي أن فغي بليزير، كان سعادة حقيقية، يعني أنه كان يبعث على السعادة الحقيقية. إذن قبل سنوات فقط إليا كيلكو زاني سولمو بخوندر سا فواتور، أن تأخذ سيارتك أو أن يأخذ الشخص سيارته دون سيت فيل في هذه المدينة إيتي أن فغي بليزير، يعني أنه كان لذة حقيقية أو كان سعادة حقيقية. أون بوفي سيركولي أون توت ترونكيليتي دون سي ري، يعني أننا كنا نستطيع المرور أون توت ترونكيليتي، يعني في هدوء تام. دون سي ري يعني في طرقها، نتكلم عن طرق الدار البيضاء. اون بوفي سيركيلي اون تو ترونكيليتي دون لي ري دو كازابلانكا، يعني اننا كنا نستطيع المرور في طرق الدار البيضاء بكل هدوء. اون بوفي سيركيلي اون تو ترونكيليتي دون لي ري دو كازابلانكا كمثال، يعني اننا كنا نستطيع المرور في طرق الدار البيضاء بكل هدوء. Admirez de loin ces belles vitrines. Admirez de loin ces belles vitrines et ces beaux jardins. من بعيد كنا نعجب بخزاناتها، طبعا نتكلم عن خزانات المحلات. Et ces beaux jardins وبحدائقها الجميلة. Une promenade le long de sa côté، نزهة على طول جوانبها، كما لو نقول une promenade le long، كما لو نقول على طول le long de sa côté، على جانبها كما لو نقول إيتي أن فيغيتابل غيغال بوغ ليزيغ، كان متعة حقيقية للأعين. إن بخومناد، إن بخومناد لو لون دو سا كوتي إيتي أن فيغيتابل غيغال، إيتي أن فيغيتابل غيغال بوغ ليزيغ، يعني نزهة على جوانبها. إن بخومناد لو لون دو سا كوتي، إذا نزهة على جانبها، نزهة على طول جانبها. إيتي أن فيغيتابل غيغال بوغ ليزيغ، إيتي أن فيغيتابل غيغال بوغ ليزيغ، يعني أنه كان متعة حقيقية للأعين.
Aujourd'hui, اليوم, c'est une souffrance continue. اليوم هي معاناة مستمرة pour le chauffeur, le سائق qui n'arrive plus à trouver son chemin. الذي لم يصل ليجد طريقه. Parmi les véhicules, من بين المركبات qui l'entourent de tous côtés. التي تحيطه من كل جانب. Aujourd'hui, c'est une souffrance. اليوم هي معاناة. La souffrance, المعاناة. تأتي من فعل souffrir, يعني عانى. C'est une souffrance continue. Continue, يعني مستمرة. يقول لك شخص مثلا continue, يعني استمر. Continue ton travail, يعني استمر في عملك. أكمل عملك. C'est une souffrance continue. إذن هي معاناة مستمرة. إذا نتكلم عن الخروج في هذه الممرات إذا يعتبر معاناة مستمرة pour le chauffeur بالنسبة للسائق qui n'arrive plus الذي لم يعد يستطيع طبعا عندنا لو فيرب arriver يعني وصل المقصود أنه لم يعد يصل طبعا لو فيرب arriver هي وصل نتكلم عن l'arrivée يعني الوصول هنا عندنا لو شوفور qui n'arrive plus يعني السائق الذي لم يعد يصل المقصود بأنه لم يعد يستطيع أتخوذي لم يعد يستطيع إيجاد شنو خاص يوجد سون شومان أنه لم يعد يستطيع أن يجد طريقه باغمي يعني من بين لي فيكول يعني المركبات الذي لم يعد يستطيع إيجاد طريقه باغمي لي فيكول الذي لم يعد يستطيع إيجاد طريقه بين المركبات يعني السيارات ثم الشاحنات إلى آخره هذه تسمى مركبات سوسون دي فيكول هادو مركبات aujourd'hui c'est une souffrance continue pour le chauffeur qui n'arrive plus à trouver son chemin parmi les véhicules qui l'entourent إذن اليوم الخروج في الممرات في حركة السير يعتبر معاناة بالنسبة للسائق الذي لم يعد يستطيع أن يجد طريقه parmi les véhicules بين المركبات qui l'entourent التي تحيطه يعني أن أصبحت تحيط به من كل جانب de tous côtés من كل جانب dès qu'il quitte منذ أن يترك un embouteillage طبعا الامبوتياج المقصود به توقف السيارات المقصود أن الطريق تتخنق هذاك التوقف ديال السيارات في واحد المكان كيتسمى امبوتياج اذا داك الكيت ان امبوتياج في الوقت الذي يترك فيه انخناقا مروريا il se trouve pris dans un autre يعني انه يجد نفسه ماخوذا في اخر يعني الله تيخرج من واحد الوحله تلقى راسو هذا السائق في وحله اخرى بمجرد انه يخرج من اكتضاد حتى يجد نفسه في اكتضاد اخر ديك الكيت طبعا دي المقصود بها منذ ولكن كما عندنا هنا كما نرى تأتي بمعنى بمجرد ديك الكيت بمجرد أن يترك النوبوتياج بمجرد أن يترك اختناق il se trouve pris يجد نفسه مأخوذا عندنا روغ بخوند يعني أخذ ولكن هنا هو الذي بخي كما لو نقول بأنه هو الذي مأخوذ إذن il se trouve يعني أنه يجد نفسه عندنا لو فيرب سو تخوفي بخي يعني انه ماخوذ دون زان نوتخ يعني انه ماخوذ في اخر المقصود هنا il se trouve pris dans زان نوتخ امبوتياج يعني انه يجد نفسه ماخوذا في اختناق اخر il ne faut plus parler d'heure de pointe mais de jour de pointe mais de jour de pointe l'heure de pointe est la période de la journée pendant laquelle un trafic est le plus important. إذن عندما نتكلم عن l'heure de pointe إذن المقصود به هو الوقت من اليوم pendant laquelle الذي أثناءه un trafic يعني مرور pendant laquelle un trafic est le plus important. إذن نتكلم عن وقتين من اليوم الذي تكون أثناءه حركة المرور مهمة. إذن هذه اللحظة إذن هذا الوقت هذا يسمى l'heure de pointe. إذا نتكلم عن وقت من اليوم تكون في حركة المرور مكتظة سواء فيما يتعلق بحركة المسافرين أو بحركة مثلا الزبناء أو بحركة السيارات إذا هذه تسمى l'heure de pointe طبعا الكاتب هنا يقول
il ne faut plus parler de pointe. أنه لم يعود يجب الكلام عن لحظة من اليوم تكون مكتدة. Mais de jour de pointe. يجب أن نتكلم عن يوم مكتد بكامله. ولا نتكلم عن لحظة منه هي التي تكون فيها حركة السير مكتدة. Il ne faut plus parler d'heure de pointe. لم يعود الكلام عن لحظة اكتضاب. Mais de jour. Mais de jour de pointe. ولكن يجب أن نتكلم عن يوم بكامله كله اكتضاد. Notre télévision ne passe quotidiennement des images sanglantes. تلفزاتنا ne passe يعني أن تمرر لنا quotidiennement يعني كل يوم يوميا quotidiennement يوميا des images sanglantes. تمرر لنا يوميا ماذا؟ تمرر لنا يوميا des images sanglantes. تمرر لنا صورا دامية. المقصود أن في الجرحى وفي القتلى sur les accidents حول الحوادث qui se produisent التي تحدث au quatre coins de la ville au quatre coins de la ville في الزوايا الأربعة للمدينة. المقصود بأن هذه الحوادث تقع في مجموع المدينة. Notre télévision passe quotidiennement des images sanglantes sur les accidents qui se produisent au quatre coins de la ville. إذن تلفزتنا تمرر لنا يوميا صورا دامية حول الحوادث كي سو برودويز التي تحدث او كاتر كوان دو لا فيل في الزوايا الأربع للمدينة. المقصود على طول المدينة تحدث هذه الحوادث. شاك جور اسيمور لكل يوم قتلاه. كل يوم عدو الناس ديالو اللي تيموتوا فيه. شاك جور اسيمور كل يوم عنده عندنا افوار ا تنقولوا ال ا جي تويا ال ا. اذا شاك جور ا كل يوم عنده سيمور سيمور يعني قتله. شاك جور ا سي بلاسي كل يوم عنده جرحاه يعني كل نهار عنده الناس اللي تتجرحوا فيه بسبب هاد لي زاكسيدون بسبب هاد الحوادث. اون ديغي اننا نقول المقصود كما لو أننا بمعنى آخر كنا صوم أون غير كأننا في حرب. أون ديغي يعني أننا نقول كنا صوم أون غير نقول بأننا في حرب. المقصود وكأننا في حرب هاد أون ديغي كما لو نقول كأننا. أون ديغي نقول إذا أخذنا الترجمة كنا صوم أون غير نقول نحن في حرب. المقصود وكأننا في حرب. جو غيف دو دوفيني غيش. Je rêve de devenir riche. Je rêve de devenir riche. يعني أنا أحلم بأن أصبح غنيا. Je rêve. C'est le verbe rêver. Je rêve يعني أنا أحلم de devenir بأن أصبح riche غنيا. Je donnerai beaucoup d'argent. Je donnerai beaucoup d'argent à celui qui trouverait une solution au problème de ma ville. Je donnerai beaucoup d'argent. يعني أنني سأعطي الكثير من المال. Je donnerai beaucoup d'argent à celui qui trouverait. أنني سأعطي الكثير من المال للذي سيجد. Qui trouverait une solution au problème de ma ville. أنا سأعطي الكثير من المال للذي سيجد حلا لمشاكل مدينتي. Qui trouverait une solution au problème de ma ville. Je ne voudrais plus voir de pollution. Je ne voudrais plus لم أعود أريد voir de pollution. رؤية التلوث ni entendre de bruit. ولا سماع ضجيج. يعني أنني ما بقيتش باغي نشوف تلوث ولا نسمع الصداعات. Je ne voudrais plus voir de pollution ni entendre de bruit. J'aimerais me promener. أنا أحب أن أتنزه dans des rues propre. J'aimerais me promener dans des rues propres et croiser des gens fiers de leur ville. أنا أحب التجول dans des rues propres في طرق نظيفة et croiser des gens fiers de leur ville. ثم التقاء أشخاص يعتزون بمدينتي. J'aimerais me promener dans des rues propres et croiser des gens fiers de leur ville. أحب أن أتنزه في شوارع نظيفة وأن ألتقي أشخاصا يفتخرون بمدينتي. نلتقي في الحلقة القادمة. حياكم الله.
وإلى لقاء قادم بإذن الله.